FM. الكلمة ليك. نحكيو على إضراب أعوان وإطارات رئاسة الحكومة اللي كان مقرر تنفيذه لمدة نهارين ابتداء من اليوم نهار 4/5/2018، ولكن بعد الوصول إلى اتفاق وجلسة ما بين جلسة اللي تم الاتفاق عليها على مطالب النقابة. باش نحكيو على الموضوع هذا وأكثر تفاصيل مع سيسامي بونني اللي هو كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة. صباح النور سيسامي. صباح الخير. صباح الورد. مرحبا بك سيسامي وشكرا لقبول دعوة. دونك لهنا نحكيو على تأجيل الإضراب أم إلغاؤه تماما؟ لا، نحكيو على تأجيل الإضراب. أنا خطر به خطر كما أنتم تبعوا المشكورين معناها فاش قاعدين نعمل عنا في المدة هذه الكل، وراه تأجيل هذه تأجيل الثاني للإضراب خطر هو في الحقيقة تم اتفاق معناها تحريم محضر اتفاق في مجمل المطالب نتاعنا في تاريخ 11 جويلية اللي فات، والله غالب ما تمش الاحترام الاتفاق هذا. على ذلك نفذنا كانت بكر نهار 15 أوت إضراب بيوم، وذلك جاء على خلفية عدم التزام الطرف الإداري بتنفيذ محضر اتفاق. وكيف بقي يتمادى الطرف الإداري في نفس التمشي، شفنا احنا الغالب احنا كما نحب نأكد على الحجرة والإضراب هو في حد ذاته مش معناه هدف في حد ذاته، فهمت؟ بل هو وسيلة إدارية. دونك لقينا روحنا مجبورين باش بعد الرجوع لهيكلنا بطبيعة مجبورين باش نبدو إضراب آخر بنهارين. به اللي صار البارح فما تمت جلسة صلحية اللي حضر فيها الطرف الإداري واللي معناها التزم بتنفيذ مجمل النقاط المطروحه في محضر اتفاق 11 جويلية، فهمتني؟ وتم تثقيف زمني معناها للتنفيذ اللي هو ما يكونش شائط معناها تاريخ 16 اكتوبر جاي، وبطبيعه فما ستين متابعه وجلسات متابعه. على ذلك احنا اجلنا الاضراب مش الغيناه، اجلنا الى حين نشوفوا معناها مدى التزام الطرف الاداري في تنفيذ النقاط هذه. سي سامي كان تعطينا بسط على اهم مطالبكم. باهي مطالبنا هي والله في الحقيقة الأمر والله فما حاجات ما ترتقيش حتى باش تكون مطالب نقابية. لو بالله كي نحكي على صرف كما بالله معناها الغير نحكي على صرف ساعات إضافية معناها العمل عام كامل توا أنت في 2018 ما تمش صرف ساعات إضافية معناها العمل معناها طلب ما يرتقيش حتى يكون باش معناها مطلب نقابي. أما معناها المطالب الأخرى اللي معناها الأساسية هو قلنا احنا معنا ذي توا سنين واحنا نطالبوا بها هي اصدار نظام اساسي خاص باعوان وإطارات رئيس حكومة الغير خاضعين لانظمة اساسية اخرى. فهمتني؟ هذا هو في الحقيقة في وقت معناه سابق تم الموافقة عليه، فهمتني؟ من فيبري اللي فات مرة لازم توا اكثر معناها من 16، فهمتني؟ من فيبري اكثر حتى فهمت من 19، فهمتني؟ معناها معناها قاعدين نتراوح في نفس المكان ما صارش حتى تقدم في الحكايه. وعلى ذلك كل مره احنا معناها نحاول ونقربوا من الطرف الاداري هو يحاول يبعد، فهمتني؟ هذا بخصوص النظام الاساسي. وفما هذه ديجا صارت في برشا وزارات وهي نقطه تنظيميه، هذه اصدار مدونه مهنيه للعمله، فهمتني؟ وفما عندنا مشكله اخرى والنقطه الاساسيه نعتبرها هي تسمية الخطط الوظيفيه. احنا المشكله دي عندنا الحقيقه باش ندوى الامانه هي ماهيش جديده، هي من وقت الحكومه حتى من حكومه السيد حبيب السيد، فهمتني؟ هذه فهم بلوكاج في الخطط الوظيفيه. احنا تو فما عندنا ما تعرف التوتون كادرومون في الاداريات الحكومه كبير برشا، معناها عندنا برشا اطارات وطموح كل اطار وقت يوصل معناها الوقت وقت محدد عنده خطه وظيفيه لازم يخف. احنا صار لهنا تعطيل معناها الاسناد الخطط الوظيفيه معناها بطريقه معناها غير مقبوله. تصور انت في العامين هذوما اللي الاخرين برك معناها فما معناها ما فاتوش الخطط الوظيفيه اللي تعطاها ما فاتوش حتى 30 خطه وظيفيه اللي هو مش معقول. فهمني رئيس الحكومه برك معناها كان جاي تمشي زي على موظفين تونس الكل والله معناها حتى مشكل نقول ما تدخل في سياسه تقشف ولا احكي كيما هكا، هذه ما عندها حتى علاقه بالحكايه دي. اما احنا لهنا فما معناها حقيقة نحسوا بظلم كبير في المجال هذا. على ذلك تم التحرك معناها تحرك ومعناها اللي ادى معناها الدعوة الإضراب قسمر. واضح. في ختام الموضوع سي سامي بونني، شنو الخطوة الجاية للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة؟ احنا تو كما قلت لك عملنا جدول زمني
فهمتني في معناها الدراسة معناها التداول النقاط الكل هذوما مع الطرف الإداري فهمتني هو اللي تزم بالتنفيذ نتاعها بالطبيعة خاطر فما حكاية التقنية ما نجمش نحكيهم مش نقعدوا نعملوا جلسات دورية كل أسبوع فهمتني والتزم الطرف الإداري أقصاه معناها تاريخ أقصاه 16 أكتوبر الجاي لإصدار معناها هل نقاط هذوما معناها كل سواء النظام الأساسي ولا المداونة ولا تسمية الخطوط الوظيفية معناها باش يخرج دفعات أخرين من الخطوط الوظيفية دونك احنا تو شو نقدروا نتبعوا ونشوفوا مدى زيت الطرف الاداري في التمديد المحضر الاتفاق هذا احنا كما قلت لكم نرجع بالله نعاود ناكد راهو الاجراء ماهوش وسيله احنا راهو مانيش احنا بور باش نعطوا مرض العام راهو مش حتى في نظر الراي العام وفي الواحد ما يجيش رئيس حكومه راهي رئيس حكومه معناها حاجه ماهيش باهيه فهمتني دونك ماذا بينا احنا ناكدوا على ماذا بينا الطرف الاداري يلتزم بالمجال في المحاضرة الاتفاق هذوما فهمتني اوكي معنا حتى مشكلة احنا ماهيش ما ملتزمين باش نعملوا في ضربات اخرين ولا واضح. شكرا لك سي سامي بناني كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة. الكلمة ليك